إيش بيه حيدر حسينية؟ لك والله ما تستحي. لك أنا أتعجب على ذولة، أتعجب على ذولة والله العظيم. شوفه شوفه تقول غوريلا تمام، مليان مو فوق لي جو حتى اللي هنا واصل شعر، وسوي ذيك الشغلة ما تستحي. فاضحك أنا، إيش فيك أنت؟ إيش فيك أصبر. المهم عوفونا من الأعراض، اللي هم هذول يحشون بس بالأعراض، عوفونا من الأعراض وطوني حيدر حسينية. اللي يعتبر أنه إيران عدو وبعده شايل بذهنه يا حوم تبع لو جرينا هاي الحرب الثمان سنوات المفروضة، تلقين تفتحين دماغه تلقين بيه صدام صغير متعفن. حلو حلو، وقف وقف وقف، حلو 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 حلو. حيدر اللي كان يتلوق للبعثية هسه يحكي على البعثية، تخيل. اي تخيل، هذا كان لوقي مال البعثية، كانوا حتى ما يحترموا مملفي، كان زعطوط تمام، وانسان بعده زعطوط. بس المهم هذا كان لوقي مال البعثية. اعطيك دليل، اخذ الدليل، طيني الفيديو اللي وراه اسمع. علي، ونقول لكم اننا صامدون علي، واننا نتحدى اي حصار وجميع الحصارات التي تفرضها الصهيونية والامريكية. يعني هذا قاعد احكي للمزاح ولا بعون الله؟ سا حيدر، حيدر حسيني، هاي انت مو كنت هنا تتلوق للبعثيه، هسه صاروا البعثيه، هسه قمت تتلوق للعصاعص. المن بعد تتلوق ما خليت احد. بس انا اقول لك شغله، انت فتت صح، انت شويه شويه جيت من الحسينيه من السليمانيه وطبيت على بغداد وطبيت يم قيقو، وين يلطم تلطم يمه الى ان طاك منصب، وين يلطم قيقو وين يحيى حسينيه يلطم تلطم يمه الى ان طاك قاع مع الصحفيين. هم قول كذب شباب، بس حتى يشوف قيقو انه منو عنده من اللوقي مالته تمام. عيدوا الفيديو. ونقول لكم اننا صامدون واننا نتحدى اي حصار وجميع الحصارات التي تفرضها الصهيونيه والامريكيه. يعني هذا قاعد احكي للمزاح ولا بعون الله؟ دلل حيدوري، تؤمر تؤمر.